حقيقة الموضوع واضح انه فيه تفاصيل كتير، وانا معايا الاستاذ هاني امال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشرقية للدخان. استاذ هاني مساء الخير. اهلا وسهلا فندم، اهلا بحضرتك. ايه اللي بيحصل في سوق السجاير ده يا استاذ هاني؟ ايه المشهد اللي احنا شايفينه ده؟ احنا شخصيا في الشركه الشرقيه الحقيقه مستغربين جدا اللي حصل. واضح انه في بعض التجار استغلوا، مش استغلوا ازمه، هو ما فيش ازمه، استغلوا الوضع الاقتصادي واهتمام الناس بالتجاره وقاموا عملوا هذه الازمه. احنا لغايه دلوقتي مندهشين جدا ليه الارقام، علبه السيجاره بتاعتنا وصلت لهذه الارقام، وايه مشكله اختفائها. احنا من شهر 4 لحد النهارده بننزل تقريبا نفس كميه الانتاج كل يوم في السوق، هو نفس الرقم. معلش يعني انتوا يا استاذ هني كانتاج ما عندكوش مشكله؟ احنا كل يوم بننتج، والاسبوع ده بالذات ابتدينا نزود الكميات اللي بننزلها علشان كمان نلحق نلاقي ناخد شويه من المشكله اللي حصلت ديت. لكن واضح ان التجار وصلوا الى مرحله ان هم مهتمين بان الازمه تفضل موجوده بالشكل ده وانها تفضل بالمنظر ده. السعر اللي وصلت له علبه السيجاره انها بقت تقريبا اغلى من العلبه الاجنبيه، وهو ضعف سعر الاساسي. 80 جنيه بقت يا اولاد؟ ما لا ما سمعتش 80 جنيه للعلبه من 75 ل 80. يس يعني ده بقى غير المصري. انا بتكلم عن المصري. غير كيلو باترا 24 ل 25. ده سعرها بتتباع ب 75 يا استاذ هاني. ده رقم الحقيقه مش مفهوم. كيف؟ ليه مش مفهوم ليه وصل السعر ده؟ مش مفهوم التجار يا استاذ هاني، يعني ده انا اللي بسالك، جيت لك يا عبد المعين تعبني. لا يا فندم انا عايز حضرتك تقول لي سبب ارتفاع الاسعار الجنوني بهذا الشكل. ايه الازمه فين؟ المشكله فين؟ في حلقه وسيطه بتشتغل على توصيل السيجاره ولم البضاعه من السوق، وده الحقيقه اللي وصل السعر للطريقه دي اللي احنا فيها. احنا نخشى ان يكون في بعض الاهداف اللي غير سويه في هذا الموضوع، بمعنى النهارده انا بطلع العلبه ب 24 وبتتباع للمتعاهد الاساسي بتاعي ب 24 وبيبيعها لاول تاجر لاول صف ب 24، ليه؟ ان احنا بنبيعها بفواتير الكترونيه مسجله للتجار متسجلين عندنا. احنا لحجم الانتاج بتاعنا وحجم المبيعات بتاعتنا الرهيب، لان احنا بنوزع حوالي 3.5 مليار علبه في السنه تقريبا، الرقم ده محتاج شبكه كبيره قوي تقدر توزعه. طب ممكن نمشي خطوه خطوه الاول؟ خليني اسال حضرتك وانا محتاجه اجابات قصيره. اتفضلي يا فندم. مين بيستلم المصنع يا استاذ هاني؟ بيستلم مصنع متعهدين الرسميين المسجلين عندنا، ودول الحقيقه حوالي 300 متعهد على مستوى الجمهوريه وبياخدوا فواتير. معلش لحظه بس واقفه هنا، 300 بس؟ لا ما هو دول اللي بياخدوا من الشركه الام؟ دولت الاساسيين اللي متوزعين على مستوى الجمهوريه، وده رقم كبير على فكره مش رقم صغير انه يكون المتعهد. طيب اذا ده رقم واحد الايد الاولى. ايوه. خلينا بقى نروح لرقم اثنين. مظبوط. يجي رقم اثنين اللي هم ما يطلق عليهم تجار الجمله. تجار الجمله اللي بياخدوا من المتعهدين الرئيسيين، ودول برضو بياخدوا بالسعر الاساسي. دول زي مثلا اللي شفناهم اللي موجودين في منطقه باب البحر؟ لا، دولت اللي حضرتك بتشوفيهم في باب البحر او التجار الكبار، دول مش متسجلين عندنا اساسا واحنا ما بنبيع لهمش. ايوه. دول اللي بياخدوا من المتعهدين يا فندم. لا يا فندم، دولت الايد الاخرى، الايد الثانيه. برضو دول بيمشي الايد الثانيه، دي ايد مش موجوده عندنا، مش في سجلاتنا نهائي، دي بالسجلات. ماشي، ما احنا ماشيين في المسار دلوقتي يا استاذ هاني عشان نمسك ونعرف الازمه فين. بتطلع بقى من عند بتبيعوا للمتعهدين. بالظبط كده. تمام. المتعهدين بيبيعوا للتجار الكبار. تجار جمله مش تجار كبار، دول اكبر من تجار جمله. تجار جمله يا فندم، مفيش مشكله، مش فارقه. عددهم كم تقريبا تجار الجمله دول؟ دول رقم يمكن حوالي 10,000 تقريبا على مستوى الجمهوريه برضو. كده بنتكلم على 10,000 وقبليهم 300، دول تقريبا يعني اللي بيتحكموا في السوق، ال 10,300 دول مش بيتحكموا يا فندم. وهنقول عليهم الايد الاولى والثانيه.
ودولت رسميين وبيشتغلوا متسجلين وليهم حصص عندنا متسجلة. مال مين اللي بينتج؟ ما بعد ذلك يا فندم في دي يبقى من تجار الجملة بتطلع البضاعة. نكمل الحلقة بقى، هنسيب دول يعني هنروح الخطوة الثالثة. مين يا فندم بقى؟ النص جملة. النص جملة دول بتوع باب البحر؟ دولت بقى اللي بيشتغلوا، دول المفروض ياخدوا من الجملة يوزعوا على منافس التوزيع اللي هي على البقالات والشغال. يعني معلش يا أستاذ هيني، اللي هم زي بتوع باب البحر كده؟ باب البحر يا فندم مش في الحلقات بتاعتنا دي خالص، دول أكبر من كده. دي في حلقة تانية اللي بنقرأ عنها اللي اسمها الحيتان، دولت مش موجودين عندنا. أستاذ هيني أستاذ هيني اتفضل يا فندم. يعني كل الزحمة اللي حواليهم دي وهذه أي. الشهرة أي. وهم مش في الحلقة أصلا، هم أفندي يعني أصلاً يعني ما هم دول كبار مش كبار قوي كده يعني، مش سجاير، مش سجاير كليوباترا بس. خدي بال حضرتك إن دولت بيجيبوا سجاير من بره وبيجيبوا سجاير من جوه وأنواع أخرى، فدول تجار. حضرتك طيب حاجة. قلت في حيتان، مين الحيتان دول؟ اللي حضرتك باب البحر حضرتك اللي شايفاه، اللي حضرتك عرضها دلوقتي على التلفزيون، دولت التجار الكبار اللي دول ممكن ما تلاقيش عندهم السجاير بتاعتنا اساسا، لان هم يعني بيجيبوا كميات بيلموها. هم بيجيبوا السجاير منين؟ في يا فندم فئه ظهرت عندنا، يعني بيجيبوا سجاير مضروبه مثلا منها، في سجاير مضروبه تحت السلم طبعاً. مش تحت السلم، بتبقى متهربه. امال ايه فوق السلم؟ متهربه في السوق. متهربه؟ في سجاير متهربه طبعا في السوق كتير. ودي برضو سعرها غلي لسبب غير مفهوم. بتتهرب يعني ازاي؟ عن طريق ايه؟ لا حضرتك انا ما اعرفش، انا المنافس. ما سجاير دي مش طب مش انا هسال سؤال برضو معلش. دول بيشتغلوا في المهرب والمضروب، انتاج بقى انواع السجاير. طب عايز اكمل معلش حضرتك وهسمع حضرتك. انتاج بقى الشركة الشرقية للدخان بيروح فين؟ مش موجود في المحلات، ولا في الكشك، ولا في المحلات الكبيرة، ولا في الصغيرة. ممكن اعرف بيروح فين؟ بص حضرتك، انا كراجل منتج مسؤول عن انتاج السيجارة وتوصيلها للمرحلتين اللي احنا اتفقنا عليهم، ودولت احنا بنضمن ان هم بس حضرتك مسؤول على وجودها في السوق؟ موجوده في السوق يا فندم وبتتباع، والجهات الرقابيه كلها بتراجع معانا. معلش يا فندم، مش التجار بياخدوا حصص من حضرتك اللي هم ال 300؟ ايوه ده صحيح، وبيطلعوها يا فندم للحلقه اللي بعدها. بيودوها فين؟ ما انا قلت لحضرتك يا فندم، هو انا واضح وصريح. ما هي مش موجوده. طيب ده مش حقيقي يا فندم، السجاير موجوده في السوق وكل يوم بنطلع سجاير. والنهارده يا فندم انا ماليش يعني ماليش مصلحة، أنا غير مدخنة أصلا. أنا مصلحتي أنه ما أنا ضد استجزاف الشعب المصري. كويس أوي. وإحنا يا فندم مع الجهات الرقابية مسؤولين عن اللي بتراجع ورانا وبتتابع معانا كل علبة وكرتونة بتطلع من عندنا. الجهات بقى طب ممكن تخليك معايا يا أستاذ هاني؟ معايا الأستاذ إبراهيم بابي، رئيس شعبة الدخان. برحب بيك يا أستاذ إبراهيم. أهلا دكتورة. اهلا وسهلا يا فندم. انا حضرتك تسمحي لي هرد على اسئلتك الذكيه اللي فيها شغف لوصول الحقيقه. انا زي ما حضرتك انت محاوره جيده، وحضرتك يظهر درس الموضوع كويس قوي. انا بعذر هاني بيه عشان اجاباته يعني في دبلوماسيه شويه. ايوه بالظبط، انا بقى مش دبلوماسي، انا راجل بحب بلدي. حضرتك ذكيه جدا، خدتي الاول الهرم من فوق، الهرم من فوق، الوكلاء للتجار للموزعين. طب امال باب البحر ده جه منين؟ ما هو ما عندوش مصنع. لا يا فندم، حضرتك انا هرد عليكي وانا مسؤول عن كل كلمه بقولها. انا قلت حللي اللغز بقى، حلهولك حالا. قولي الحقيقه اللي بدور عليها. بصي اصل انت مش انت اللي انا لازم احترم ذكائك ده، انت درسها قوي 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 لدرجه انك جبت الهرم.